السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيدايرين الإخوة الأخوات؟ كنتمنى نطول لكم الهضرة اليوم. مع الأسف هاد لي زيفينمون اللي كنعيشو فيها مع هاد الناس اللي كيستغلوا الضعف او الجهل ديال، ولكن الناس بدات كتفيق. الغربيين بداو كيفيقوا، مواطنين في امريكا في اوروبا بداو كيفيقوا على هاد المغول الوحش المستعمر. يعني باختصار باش ما نطولش عليكم، يعني هاد انا نقول لكم، هاد اسرائيل هذه راه كتقدم السلطة الاستعمارية اللي كانت في الماضي. دوك اللي استعمروا افريقيا، شوفوا هذو اللي كيسيبورتيهم كلهم المستعمرين اللي هما في الماضي، زيدوا عليهم هذه البلاد اللي كنعيش فيها، زيدوا عليهم تاني. شوفوا البلدان اللي كيساندوها كلهم هما المستعمرين، ودابا زيدوا هاد المجوس هادو، زيدوهم وهادو كيمثلوهم. دونك داكشي قال لك التاريخ يعيد نفسه، يعني هادشي كيتريبيتا عاود ريبيتي هادشي. انت هادشي اللي واقع، وشنو هو الهدف ديالهم؟ هو استغلال السلطة، يبقاو يحكموا ويكثروا فلوس، لأن الأمور راه باينة. هما باغيين يغزيو غزة وما غاديش يوقفوا غزة، بحال اللي قلت في البقية، باغي يمشيو يبعدوا يكبروا إسرائيل. وهذا المستعمر، هذاك المستعمر اللي وراءه هو اللي كيدير هادشي. هاد المستعمر، هادو المستعمرين الخبيث باقي كيستعمروا، راه هما اللي دايرين هادشي، ودفعوا هاد الكيان هذا. وهاد الكيان كيلعب دور جايب السميه ديال العبريين، السميه ديال اليهود، راه ماشي اليهود، ماشي اليهود. انا كنقولها لكم، قلت لكم شحال هادي. المهم نحبس هنا باش ما نطولش عليكم السياسه. اليوم عندنا موضوع الظروف التمارين، يعني خلينا هذا الرسم اللي هو يعني اللي كيعطي العبره على البدع، الابداع. هذا رسم كيعطي الابداع. طبعا مفهوم هذا الرسم اللي كان داير انا، والطريقه كيفاش كنرسم، راه ماشي الطريقه كيفاش عاديه اللي كنرسم انا. الطريقه اللي كنرسم بها راه كنعطي كنشرح هنا، كنشرح كتشوفني كنعاون ندير لي ديتاي، داكشي بحال داكشي ديال لا غرافيور، ولا ديال السكتش، ولا الكروكي اللي كيسميوه سكتش، كيسميوه الكروكي. يعني ملي كنعاود ريبيتي او كنحاول نصلح، راه كنحاول نوري، راه كنحاول نوري، كنحاول نفهم، كنحاول ما امكن نعطي الميساج. المهم غندورو اليوم، غادي نديرو سكتش. السكتش يقدر يكون رسم بلانين، يقدر يكون سكتش اللي هو طبيعي. الأخير نديرو هكذا، نتمنى هاد الورق دابا ملي كنقلب على العرض هكذا مزيان، هذا هو اللي كيجي فيه، كيعطيني واحد الديمونسيو ديال اتساع، كيعطيني اتساع باش نقدر كنحس بواحد الحرية. حتى دابا الأرتيست دابا ملي كيبغي يرسم ولا كيبغي يسمع، إلا ما كانش كيحس بواحد المتعة، ما كانش كيحس بواحد الراحة. داكشي أنا كنهضر على كنهضرش على الفيزيوال. الفيزيوال يمكن حتى هو الفنان الفيزياليست، هو يقدر تكون عنده، الا ما كانش في الدماغ ديالو مزيان، ما كانش ناعس مزيان وكان مقلق، راه انسان هذا تاثر لي على الصباغه. في الرسم من الشكل، ملي نشوف واش كيبان هادشي مزيان، بلاتي انا جاي كيما مزيان، هو خصو يتهشوي واقيلا شوية، واحد شوية خصو يتهز، كيبان ليا واحد شوية خصو يتهز، كيبان ليا أنا، أكيد بس، أكسيرو هاكل. ونهزو هكذا، هكذا
حتى حاجة ما وقعت، كلشي بخير كلشي بخير وعلى خير. معاناة شي معاناة، كان الكتاب يقدر يتهرس، يقدر لا 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 لا، شي حد قال لي ضربوك بالعين، لا لا ما ضربوك يمكن، لا راه واحد القضية، راه العين حق والله العظيم. المهم ملي جرات هذه غنعطيكم الصحة، نعاود لكم الجرالية والله العظيم، إلا العين حق أقسم لكم يمين، إلا العين حق تتأثر، عرفتي فين كتأثر العين؟ تتأثرنا على لا كونسنتراسيون، كتأثرنا على المخ، راه تهرس هذا شويه، ولكن معليش معليش، كنكون ما كنتكون ما اقدر ما اخسر شي تكماش، خصك يكون التكماش راه اثر على راسك، بحال التكماش هذا البومباج، هذا البومباج هذا التبطبيط كنقولوا حنا الدارجه، التبطبيط تاثر على راسك، فهمتي شحال كثر كان خصني نوقف، خصني نوقف باش. المهم اليوم غادي نحاولوا نديروه في الخات مساكن هنا كيتسناوني شي البومباج هذا، شتي باش قلت لكم انا خصني نصوب هذا، هذا خصني ندير واحد البلان نصوبو راسي، هذا ما خصوش يكون، هاد الحاشيه هادي مزيانه كتهز، بلاتي بلاتي بلاتي، هاد الحاشيه مزيانه على لا بانتور، اما البلوك ديال الرسم بحال هاد البلوك ما كيليقش، ما يليقش، ان بعد خطرات هذا خصو يكون مهزوز، شتي هذا خصو يكون، خصو يكون ما يكونش على الحاشيه، ما يكونش ضغط، شوف خصو يكون ضغط، فوالا هذا خصو يكون هنا خاوي، شتي هنا خاوي، ولكن خاص واحد البانسو هنا ثاني عاود، ولكن ما عليش غادي ندير بانيو، كدير التكماشه هكذا، ها فوالا نقدروا نديروا هذه لا ماشي، نشوفوا لعله عشان يمكن تسلق افضل، لعله حيت ما قد المكان هذا مزيانة، هاد الفكرة مزيانة، المكان تهد فوالا، سي بون سي ميو سي بوكو ميو بوكو ميو. المهم هاي شوفوا اليوم غنديرو، نحاولوا نديرو لالين، نديرو خدمة ديال لالين، ولكن يقدر يكون فيها شوية سكاتش، يكون واحد الميلونج، نحاول غندير لالين، انا في الضمن ديالي غندير لالين، وبغينا نديرو شي حاجة اللي هي، بغينا نديرو شي حاجة اللي هي انا ما كنحاول ندير لاليب يعني، هذا بدا كينشف، بدا كينشف، هذا كينشف، هذا كينشف، شوفوا نكملوا بهذا، هذا كبير ولكن معليش غادي نحاول، غادي نحاول، معليش غادي يجي مزيان، غادي يجي مزيان، يلا سكاب وينات نديرو،
تقريبا سكتش هذا، ولكن شنو نقول لكم، سكتش ولكن كنخدموا، انا خدموا بهذا، نخدموا انا باسبوع. شتي شي هاد الشراتي الصغار كيريبريزونتي سكتش، الخدمة ديال سكتش دابا. مشات شي حاجة ومشات شي حاجة. دابا السكاش كيبغي لا فيناس، كيبغي الخط يكون رقيق، لكن ما عليش، واخا عندنا هذا القلم غليظ ما عليش، نقدروا نخرجوه.
اخره الى اخره. معليش نطولوا في هذا الديتاي، معليش، انما حنا دابا في التمارين، حنا كنديروا التمارين. دابا عندنا كنتمنى هاد ديسان واضح. مازال ما كملتش. كذلك زيكزاك زيكزاك زيكزاك. قلت لكم اللي تبغي دير مرة جالسة ولا شي حد جالس مديروش هذا. عقلتوني قلت لكم قضية ديال الزاوية، غادي ندير واحد لكم اديها سكتش راه سوي. ديما عندها الصاد ديالها، هي ديما عندهم سكر. يدير لهم ربي يكبر صاد. مرة عندي الله يرحمها كنت كنقول لها تي دابا هز معاك الصاك قيل، ديريها صاك خفيف اسمه. قالت لي انت ما كتعرفش العيالات علاش كيهزوا السيكات بزاف. هذا الحق. الله يرحمها مسكينة، الله يرحم والديكم. الرحمن كنا ندير واحد الحديده هنا، ولكن كنا ندير واحد الحديده هنا ولكن كاين اتساع. معليش ما درتش بحساب الحديده، معليش نقدروا نديروا الحديده هنا. كتكون بهذا، كتكون حيدة هنا بينا. المهم سكاتش فيه لي ديتاي، فيه هاد لي ديتاي بحال مثلا حاولت ندير الحديدة هنا وندير هنا، فهمتي؟ هذا هو السكاتش. ملي تيكون لي ديتاي تيكون اللي كيدير سكاتش وكيزيد كيدير لا غرافيور مثلا. جينا نعطيكم مثلا هادو هما ديال لا غرافيور، عقلتوا هادو هما ديال الكروكي.
هادو مزيانين الكروكي، هادو حيت رقاق، هادو ما ديال الكروكي، هادو ما ديال السكوتش، هادو رقاق. ناخذ النمر واحد، شوفوا كيمشيو بالأرقام. هذا الشيء باش قلت لكم ودي سكاش كبير. فالكروكي كيعاون دابا باش غادي دير مثلا دير الدورة ديال دير مثلا شعار، مثلا دير شعار أو دير سيرتو داكشي ديال العود، لا غرافير ديال العود. لا سيدي، هاتي شوفو، مبغيتش انا نخسر ديسا. هاتي نشوفو، لا تعطينا ليكزوم ديال الكروكية. الشجرة كتعطيه مزيان، الشجرة كتعطي ديسا مزيان الكروكية. مثلا فوالا، مثلا الشجرة كتعطينا الكروكي مزيان، الكروكي راه كدير بيه حتى الضو، دير بيه الضو، كدير بيه بغينا مثلا الشمس ضاربه من هذه الجهه نكحلو لداخل، ولا برا هذا هذه الجهه هذه فراغ نخليوها بيضاء نكحلو لداخل. هذا هو مفهوم الكروكي. انا واش كيبان لكم كيفاش لكم؟ هذا كيبان لي هذا هو الدور ديال الكروكي. انا كدير النقش، فهمتي، كدير النقش. بغا نطول عليكم كروكي شد الوقت، معليش نطول عليكم، غير بغيت مثلا أعطيكم غير مثال، معليش نطولو. هادو هما ديال لاكرافيور، مطولش عليكم. غادي نديرها بالزربة، شي حاجة بالزربة وغادي نحبس. فالكروكي كيعطينا واحد لا فورم، كيعطينا واحد لا فورم. نخلق واحد لافور للشجرة مثلا، نردو للكروكي.
تكحش كلشي، كتخلي كتلعب على كتلعب على هذا، كتلعب على الضوء، أشعة ديال الضوء، وحتى هاسمو كياخد وقت باش دير الكروكي، كياخد لك وقت باش ندوزو، ولا بغينا ندوزو خصنا ناكسيليريو، خصنا ناكسيليريو هاد الاسبوع. غادي ياخد لنا وقت، وقت كتير. واه نديرو الخدمة ديالنا ديك اللي درت ديك الخطرة، عقلتو كدير بحال رقم 8، بحال النون، بحال العاء، بحال الزاد، الحروف هما اللي كيعطيو هاد لاسبي ديال اسمه. عقلتو هنا البعد، دير غير شوية نعطيو لاسبي ديال الشجرة. لا لازم نسكتشي بهذا، حيت هذا بدا كيجيب، بدا كينشف، مابقاش فيه القوة ديال داك المداد، سينو ما نقدرش ندير هادشي، ما نقدرش. دابا ولا خفيف، دابا ولا بحال القلم، ما خصناش كحلو كلشي، الا كحلنا كلشي غادي يخسروا هذا، خصنا نكحلو كلشي، كي جينا نكحلو كلشي غادي نخسرو. شوف لا لا ولا سهلة،
وليت كل نهار كندير معكم هادشي تقريبا تبليت. شي خرج داكشي مزيان اكسونتيي الورق ديال الشجر راه فيهم اللي فيهم اللي صغير وفيهم اللي رقيق وفيهم ولا شي دابا ولينا كنديرو سكتش، دابا ولينا كنديرو كنسكتشيو، فهمتي ملي كنوليو نقلبو، دابا دخلنا في عالم سكتش، نديرو الباترن. دابا ما نقدرش ندير هذا، هذا راه غليظ ولكن حيت ناشف ناشف خدم ليا ناشف داكشي علاش. شي شنتو شي ديسا عقلت انا راه كنرسم بستيلو راه ماشي كنرسم بالقلم، ماشي كنرسم بالقلم انا كنرسم بالستيلو، دونك مكاينش ممحى، هنا لا توجد ممحى، خسرتيها خسرتيها، درتي السكاش ديالك هو هذاك ما درتيش الله يعاونك يعاونك. متوركش بزاف غير خفيف داكشي متوركش هذا رمداد هذا رمداد شنو غندير هنا يا نشوف هذا كاع شوفوا هذا كنديرو سكتش دابا انا راه كنديرو سكتش زو سكتشين
جا شوية غريب، معليش نستنوا دقيقة. ما عرفتش واش كيبان لكم هادشي ولا كيفاش. لا تيبان ليا، ولكن السيلو هذا ديال لاكافي، هذا هو ديال، هذا هو ديال النقش. فوالا ما يمكنش لك تستعمل كاع كلشي بها. قد ما كتبعد كدير لينيه صغار، ما ديرهمش كبار، ما تجيبش باش تدير الطريق. قد ما كتقرب كدير لينيه كبار.
اخي نورمالمون خصيش نديرو بهذا غليظ، خصو يكون رقيق، ولكن ناشف شي شوية انت انا يقدر يعاون. كنتمنى ماشي مو كنت واحد شتي ان سكتش كياخذ الوقت، ان سكتش واحد كياخذ الوقت. كنتمنى استفدتو انت ما بغيتش نحكر، ولكن راه كنسكتشيو، ما تنساوش بان راه كنسكتشيو، خصنا نحكرو ما تنساوش. هاسكي هاسكي دوغ، انا كنسكتشيو دابا. اوكي دونك خصنا نحكرو، خصنا اسمو. كنتمنى يعجبكم هاد السكتش هذا اللي هو شي شويه فيه لالين، خدمه فيه لالين، وتمتعتوا بهاد القدرات. نفكروا على هاد الشجرة هادي، الشجرة ما عطاتناش.
Merci. معليش وخا ده كاين شفال ده لكن شف اوكي يمكن ان نقفوا هنا نزيدوا بعض لي ديتاي نيكست تايم ان شاء الله غادي نخدم معكم على هذا التكنيك ديال الورق ديال الشجر لان راه واخا قلت لك راه ما وضحش كدير واحد التكنيك كتقدر هذا باش تخرج هذوك الشجر نخرج هذا الورق اللي هنا مثلا نشوفوا هذا ما فيه الدواء هذا مازال فيه في شي حاجة نخرج هذوك الورق هذا مازال فيه شي حاجة يمكن نخرجوا هذوك الورق اللي هنا وتيكون شي او بدو كيخرج مشتوم نخرجوهم هنا تكبرهم ما فيش سوى ما فيش بزاف المهم تتبع واحد لا فورم واحد الفورمه ديال ليفز الورقه ديال الشجره هذوك الشريطات النبلو اللي كديرهم غلاب تيكونوا الهجي تيكونوا قراب واللي كديرهم رقاق كتبعد ومن بعد ديرهم من بعد تلاصق هذوك الغلاط تلاصقهم تشوف شي فورمه وتتبع الفورمه بحال اللي دار دابا تلاصقهم تكبرهم كيكونوا القطات 7 ولا 8 حدا وحدين واخدين الشيب واخدين لا فورم ديال ليفز لاصقهم لاصقهم غادي يعطيوك يعطوك القرب بزاف فهمتي غادي يعطيك القرب بزاف هنا سيادنا غادي ندير واحد الزاوية شنا مثلا كاينة شي حاجة بخير هنا بلاتي بلاتي
شتي قلت لكم راه كاين بعد اش بان لكم ها كنتمنى كيبان ها بلاتي باش نوضح لكم مزيان واحد خرجنا واحد الزاوية باش نوضح لكم مزيان غادي ندير عليه البيض باش يبان مزيان باش يبان لكم مزيان غادي ندير عليها البيض باش غيبان انا بالنسبه لي باين ولكن بالنسبه لكم نتوما ما عرفتش دونك كندير عليه البيض باش يبان كنتمنى بأنه باين كنتمنى بأنه باين شي ناس مغولي حنا مجوجا شي بان يمكن يخبر هذه وجهة عليها في ذاك الظل صبولي يديه نصفو سبوت انا بين لي غير بغيت كنأكد اش يبان لكم نتوما حتى نتوما انا بين لي بانت لي ديجا بانت لي انا بغيت نتاكد واش نتوما شايفينها ولا ما شايفينهاش هذا هو بغيت نبيض كل شيء باش ما يكونش داك الشيء فطح لان تبقى ديك الكحوليه مزيانه تبقى ديك الكحوليه كنتمنى بان لكم هادشي واضح شوف عندي واحد
تيشوف هذا يمكن غادي يعاوني شويه باش نخرج لكم هذا الديسا هذا. كان يو دابا سكتش اوكي، ده كان يو سكتش، ده كان يو سكتش. كيسم سكتش هو يعني باش نوريكم الفرق. انا على بالي ولكن باش يبان واضح. دابا شتو، دابا خدمت لا غرافيور، خدمت عليه لا غرافيور وسكتشيتو باش يبان مزيان. ما كده يا بين، ما كده يا بين، شي كده يعني. كان ديرو سكتش هنا سوسو، هذا كان سكتش هنا.
ما تطولوش وكونوا نزيدو تاني هنا بحال حجر داك حجر تريطوار ولا ندير ونديرو هنا لتحت الحجر ده تيكون فيها الحجر ديال التريطوار كنتمنى هادشي واضح، كنظن هادشي واضح، نكحلو هاد البنطلون هنا، حيدو البيض يعني Alright. I love it. أنا عجبني 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 والله لا عجبني هو ها هنا ملي كتبقى تبغي تركز كتبغي تركز وتخرج لي ديتاي خرجنا الحجر خرجنا هادشي مازال نقدروا نخرجوا مازال نقدروا نديروا بزاف ديال لي ديتاي ديال هذا ديال الرسم اللي عندنا ولكن ما نساوش بان راه هذا سكتش كيتسمى سكتش فين الخدمة ديال لالين كاينة الخدمة ديال لالين كاينة دارين كاينة ولكن دابا هذا الرسم تحط هكذا من بعد تبريباري لا بانتور وتبدا تبدل دير الشعر وتصاوب فيجاج وتصاوب الكارو والسيجاريت هاد السيجاريت هذا فهمتي هتصاوب هاد السيجاريت تيكون خرجنا بالنتيجة اليوم كنتمنى عجبكم هاد الرسم ديال اليوم هذا و
لقينا واحد الزاويه اللي خرجنا منها هذا طفل متشرد هومس اللي ناعس تحت الشجره، وكنتمنى واضح داك الشيء. ونشوفكم ان شاء الله حلقه مقبله. اليوم درنا لالين مع سكتش، درنا خدمه ديال لالين مع سكتش، هذا هو التمارين اللي عندنا اليوم. يلا السلام عليكم ورحمه الله. خصني نوكل الفريخات راه كيتسناو. يلا الخوت تبارك الله عليكم، شكرا، يلا نشوفكم. هادشي ما واضحش، شفتو ما واضحش عندكم؟ سمحوا لي راه ما واضحش هادشي، علاش ما شفتش انا هادا؟ ما واضحش ليكم هادشي، بغيتي نقربو ليكم شوية، لا لا أحسن تشوفوها. بعد قفلتها كاع، واضح كاع، شوفوا اللوحة، بحال هذا طيح، جاني بحال طيح، بس نشوف ما وضحش لكم الرسم. أنا خصني شي هذا، خصني تريبي صوب راسي، خصني تريبي صوب راسي، هادشي مخدامش، شي حاجة اللي نصنعها على حسب السيستم كيفاش كنرسم أنا، شي حاجة على حسب اللي خرجنا من الشجرة. هو الطفل هذا اللي ناعس، أنا ما عرفت واش كيبان لكم واضح ولا ما واضحش. بلاتي نشوف واش واضح لكم. شوفوا شو هذا، كيبان ميل هادشي، ما فهمتش. اوكي نروح القناة، نروح هكذا،
المهم غنشدو انا بيدي ان شاء الله يبان لكم على ما تبان لكم الصوره. شوفوا لكم الصورة. ماشي ماشي ماخدمش هادشي، كتبغي تبين الصورة باش تبان الصورة، ماخدمش هادشي. ما بيناش مزيان، ما كنشوف الكمبيوتر ديالي ما بيناش مزيان، الصورة عوجة. ميلا ماشي غير عوجة، ميلا نشوفو هنا. كتبان مين الصورة؟ الصورة كتبان شو شو هذا؟